نحييكم مشاهدينا الكرام بأطيب تحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. نبدأ مشاهدينا مع القمر. يكون القمر في برج الميزان الهوائي حتى الساعة 7:19 دقيقة من مساء الجمعة، ليدخل بعد ذلك برج العقرب المائي ويبقى فيه حتى الساعة 6:47 دقيقة من مساء الأحد. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى مساء الجمعة في برج الميزان الهوائي، من مساء الجمعة وحتى مساء الأحد في برج العقرب المائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع هذه الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح للمبادرة لأي خطوة مهمة في حياتنا، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الجمعة من الساعة 2:32 دقيقة ظهرا وحتى الساعة 7:19 دقيقة مساء. يوم الأحد من الساعة 2:13 دقيقة ظهرا وحتى الساعة 6:47 دقيقة مساء. مشاهدينا الكرام، مشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. وننتقل لأول مكالمة. ألو. ألو. نعم تفضلي. 10/2/1995 عن العاطفة والزواج. ساعة الولادة؟ 8 الصبح. أوكي. 10/2 10/2/1995 الساعة 8 الصبح. أوكي، أنت من مواليد برج الدلو طالع الحوت. أوكي زين. من ناحية العاطفة، الزواج بشكل خاص قبل العاطفة، ما عندك أي شيء يدعو للقلق أو تأخير لا سمح الله من خريطتك. البيت السابع عندك في العذراء، وقسم كبير طبعا نصه في العذراء وقسم كبير من عنده في برج الميزان، فارغ ما بيفت كوكب يعطل عليك موضوع الشراكة والزواج بصورة خاصة. الفترة الإيجابية إلك من ناحية العاطفة الفترة الحالية نسبيا لمواليد الأبراج الهوائية والنارية تعد فترة إيجابية من ناحية العاطفة والارتباط. تتعزز عاطفتك مثلا من شخص مع شخص في مكان بعيد، أو شخص مثلا خارج البلد أو جاي من سفرة بعيدة إلى آخره. عموما الأجواء العاطفية إيجابية للأبراج اللي ذكرتها سابقا، هي فترة مستمرة إيجابية لغاية 21/11 من هذا الشهر. أنت ك يعني بشكل خاص من موضوع يعني من خريطتك، الفترة الحالية أيضا فترة إيجابية تعد، يعني كون حاليا كوكب الزهرة عندك في البيت السابع، فممكن يصير عندك ارتباط أو ناس يحجون بيج مثلا، مثل ما احنا نقول بالعراق إلى آخره، فقد يكون عندك فرص إيجابية. المهم أهم شيء أنه مثل ما ذكرتك أنه ما عندك فد أمور تعرقل عليك هذا الجانب، فبالتالي الوضع إيجابي الحمد لله والشكر. ممكن سؤال آخر؟ عن تفضلي. 7/7/1997 عن العاطفة والزواج. 7/7/97 ساعة الولادة؟ 10 الصبح. أوكي. 7/7 7 7 1997 من 10 الصبح. ممكن أتابعك بالتلفزيون؟ أي تمام.
هذا التاريخ لمواليد برج السرطان، اوكي، وضعه من ناحيه الزواج ايضا ايجابي، ما عنده فد يعني فد تاخير في مجال الزواج بشكل عام، وضع هدوء طبيعي. هذه السنه الا كونه هو من مواليد برج السرطان، الفرص ما زالت قائمه تستمر لغايه 19/12 من هذه السنه، عنده فرصه ايجابيه للارتباط، يعني فرص موجوده تكون ان شاء الله تضبط وحده وياهم، وبالتالي تكون فرصه ايجابيه للارتباط، قد يعني مثلا تكون فرصه عاطفيه او خطوبه او زواج الى اخره، بالتالي تؤدي الى زواج او يكون عنده زواج، العفو، بصوره عامه. الفتره الايجابيه ايضا لها من ناحيه العاطفه من 21/11 لغايه 15/12، وان شاء الله كون جاوبتك ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو، نعم، الو، مرحبا. مرحبا، هلا بيك. نبي نشوف فرصة الإيجاب. تفضلي. أنا لي 16 سنة ونبي نفكر في تلقيح صناعي. بس أعطيني تاريخ الميلاد الكامل وساعة الولادة. 1/10/76 12:30 في الليل. بأي بلد؟ ليبيا. تمام. وزوجي 21/5 اوكي 66. ساعة الولادة؟ ساعة الولادة بعد العصر. كم يعني بعد العصر تقريبا؟ حوالي 5:30. تمام. بس لحظة، انتي بدي وياك ومع لو سمحت رقم ثاني. بس خلي، لا اول مره مو انا ما عندي مشكله، بس خليني ارد عليك وبعدين من عيني، ما عندي مشكله يعني، بس يعني هذا السؤال مالتك شويه راد التركيز واشوفه. بس لحظه، ماشي. 12 ممكن نسمعك من التلفزيون؟ تمام. بليبيا باي مدينه؟ باي مدينه بليبيا؟ مو مشكلة، راح أسويها على على طرابلس. أوكي. طرابلس. طيب، أنت من مواليد برج الميزان والطالع السرطان. اوكي، على الاغلب على الاغلب انت مولوده بعد قبل العفو قبل ال 12:30 ليلا، انا ذاك يكون عندك تاخير او مشاكل في مجال الحمل، اذا ما اذا هذا اذا كان انه انت نهائيا ما عندك اطفال، بس اذا عندك اطفال غض النظر عن الكلام هذا تجاهلي. فعموما الفتره المقبله هذه من الخريطه، إذا عندك إذا أنت دا تأخذين علاج أو ما شابه، الفترة المقبلة خاصة بداية شهر ديسمبر، شهر كانون أول المقبل، عندك فرصة جدا إيجابية من مواليدك من خريطتك آنذاك، فرصة إيجابية أنه يصير عندك حمل. إذا عندك مشاكل نسائية حاولي أنه حاليا تروحين عند تراجعين الطبيبة في بحيث تشرف على العلاج وتعطيك العلاج اللازم في سبيل انه تكونين انذاك في نهايه نوفمبر وبدايه ديسمبر تكونين جاهزه للحمل. اما بالنسبه لزوجك الفتره هو من مواليده الفتره الحاليه عنده فرصه جدا ايجابيه من ناحيه الانجاب، على اعتبار انه كوكب الزهرة حاليا في برج الميزان، هذا يعد لهم البيت الخامس المسؤول عن الحمل والإنجاب بشكل عام لمواليد برج الجوزاء، فالفرصة متاحة لهم. وخلي أشوف بس إذا عندهم من الخريطة أو لا. 5:30 مساء. هو ما لا هو عنده تأخير أو مشاكل في الإنجاب، سببه عنده وجود كوكب زحل في البيت الخامس المسؤول على الحمل والإنجاب لمواليد برج لبرجه مثلا في الخريطة، للأسف.
فبالتالي هو يكون عنده تأخير نسبيا في هذا بهذا الخصوص. فعنده فرصة إيجابية خلال السنة المقبلة تكون، بس أقول لك إياها من الخريطة مالته هو شخصيا، بتكون على شهر فبراير تقريبا أنا داك تكون عندهم فرصة نسبيا إيجابية بإذن الله. وإن شاء الله أكون رديت عليك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بيك. مرحبا استقلت. مرحبا، هلا بيك. يا هلا. 1/1/63 صالح؟ نعم. هلا بيك. 63 ساعة 5 الفجر لو 8؟ بين 6 و8. اوكي. شو دا اشوف الامور يعني الحديث اللي تتحدث معي يعني عكس يصير. ليش؟ بس ما خاف ساعتك. دقيقة، يعني هاي الأشياء هواية يعني تمر علي، أكو قسم يقولوا لي لا توقعاتك يا ستار منها. دقيقة. نعم. هاي ذكرتها أني. نعم. يعني أذكرها دائما، خلينا نقول بالصفر 7 دقيقة. هذه الأمور تعتمد طبعا على تاريخ الميلاد، هاي بشكل خاص على العفو على ساعة الولادة. ساعة الولادة. نعم. 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 دقيقة أخذ بغداد. تمام. اوكي. ساعه الولاده اخ صالح مثلا. نعم. اذا اقدر بعدين ان شاء الله على الحلقات المقبله اشوف اسوي لكم اياها جرافيك، الصوره شلون تصير الخريطه. الخريطه. نعم. مثلا التقسيم مالتها ما راح يكون هسه مثلا انت برج الجدي طالع الجدي، انا حطيتها الساعه 7 الصبح. نعم. اوكي. قبل انا قلت اقول لك الساعه 6 الصبح هسه بين 6 و8 خليتها بالسبعه. زين، يعني انا حطيت اي بالضبط يعني حل وسط خلينا نقول، في سبيل انه مثلا نعرف شنو الخلل او وين الغلط مالتي ومالتك يعني الغلط عندي. هو ما اريد اقول انت غلط ولا اقول اني غلط، يعني انا بالعكس اقول اني غلط مو مشكله، بس ما اريد يعني اقول انت غلط. القصد من الحكي انه الخريطه مثلا ما يكون التوزيع مال البيوت مثلا برج 30 درجه هذا شيء منتهي من عنده. تمام. لا. البيوت لا. لا مثلا انت عندك بادي البيت الاول هسه على الساعه 7 بادي ساعه العفو بادي على درجه 10 من الجدي ومنتهي. لا. بالدرجه تقريبا 15 او 16 من برج شو اسمه؟ برج الجدي. لا برج الدلو. نعم. اوكي. فشوف البيت. نعم. الاول ايش قد من انا يعني اكثر من 30 درجه صار عندنا. عندك مثلا البيت ال 12 اقل من 30 درجه. البيت الخامس. نعم. اقل من 30 درجه وهكذا. فالتوقعات مثلا قد ما تضبط وياك، مو ما تضبط وياك بس مثلا من تسالني على فد تاريخ معين على فد موضوع. لا. معين مثلا تقول لي شو قد اروح على ناس اطلبهم فلوس على مود اخذها، اقول لك فلان يوم انت مثلا بدك تروح القمر زحف طلع من هذا المكان او راح او بعده ما داخل عندك من الخريطه يكون. لا. التوقعات. لا. تكون غير شكل هوايه، يعني هوايه يسالوني نقدر يقولوا لي نمشي على الطالع لو نمشي على البرج الطالع طبعا هوايه يعني اقوى التوقعات مالته، بس المشكله انه ما تقدر انت تجزم تخلي كل الناس يمشون على فط طالع معين وهو غير. فاني حتى مثلا اذا تسمع التوقعات مالتي هسه التوقعات كلها سلبيه اذا تقراها هسه بالشريط اللي اسفل الشاشه. صحيح. بس هي مو سلبيه كلها، لا هي بها ايجابي بس ان جنرال هي سلبيه نوعا ما. بس اكو ناس لا هذا الحكي مالتي مثلا حتى يقولوا لي انت ليش هيك متشائم ومظلمها علينا. اوكي غير بدي احذركم كون حذر احسن. نعم. ما اسوي لك اياها قمره وربيع وبعدين مثلا تدخلوا بمشروع تخسر الاكل ماكو. فهذا الموضوع يعتمد يعني لو يكون شيء شخصي هوايه احسن بصراحه. وش قد ما تكون ساعه الولاده دقيقه فتطلع لك فد امور غير، يعني اقدر اعطيك توقعات يعني ممكن هذيك هذاك الوقت اقدر اجزم لك انه تصيب وياك فد 97%، ما اقول لك اقل من 97%. بثمانية صباحا تقريبا. ثمانية. اوكي هسه عدلها دقيقه فيو اديت. لا عدلها من 7 لـ 8. 8 اي ام. راح يبقى الجدي
اوكي، بس راح يكون عندنا على درجه 21 من الجدي. تمام. عندك البيت الاول راح يكون بالجدي، يبدي من درجه 21 من الجدي وينتهي بدرجه 4 تقريبا من الحوت. تمام. هيك 4 من الدلو؟ لا، من الحوت مو من الدلو. ما ماخذ من الحوت. اي يعني البيت الاول عندك بالجدي، البيت الثاني مو المفروض هسه احنا يعني كتسلسل نحسبه بالدلو هسه. لا انت عندك يختلف هذه طريقه مال توزيع تقسيم البيوت يختلف، مو مثل ما هذا. فهسه شوف مثلا عندك اختلف هوايه، عندك البيت الاول يبدي بالجدي ينتهي البيت الثاني بالحوت العفو. عندك مثلا البيت الخامس كله بالجوزاء، البيت السادس ايضا بالجوزاء. يعني شوف عندك هيك يصير التوزيع ما يكون طبيعي. هذا التاريخ نفسه اذا خليناه في لشخص يعني لهذا او هذا التوقيت العفو، هسه لو اغير توقيت تاريخ المدينه مثلا بدل ما يكون بالعراق اخلي لها باحد الدول الاسكندنافيه مثلا، راح يختلف جذريا. قد يكون عندك البيت الاول بالجدي والبيت الثاني بالجوزاء، جدا طبيعي. اها، يعني الموقع يختلف هوايه، يختلف موقع الولاد. نعم، ليش اسال اني هذا؟ يعني شوف البيت الاول بالجدي، يعني انتبه، ينتهي يبدي البيت الثاني بالجوزاء. يعني شوف كم بيرج، 6 ابراج تقريبا. فالمدينه تختلف عندنا، ولهذا انه موضوع مثلا اللي يسال على الاطفال او اللي يسال على الزواج كذا، هاي الساعة والمدينة هواية تأثر. يعني يختلف التقسيم مال البيوت، راح يعني هذا لين يكون على حسب خطوط الطول العرض، ويعني خطوط الطول والعرض العفو. فهذا السبب، بما انه انت ما متأكد هي هاي المشكلة مالتك، هاي القصد. يعني المهم خليها على 8، خليناها على 8 هسه، خليناها على 8 هسه. عندك الحالة الصحية والمادية والصحية تمام، ماكو مشكلة. المادية والأيام المحظوظة أوكي. المادية عندك الفرصة الإيجابية لك تقريبا مو هسه، استرجاع مال ماكو شيء، هدوء. يعني عندك السرطان الأسد فارق، ماكو عندك من يكون أنا أشوف السنة الجاية يكون تضبط وياك أكثر. ليش؟ لنفرض أنه حتى لو أنه تاريخك يعني العفو الوقت مالك مثلا مو 100% متأكد من عنده، بغض النظر راح يكون عندك يعني حيكون المشتري يا اما في البيت الاول اذا من الخريطه، يا اما حيكون في البيت الثاني كبرجك مثلا على يعني على سياق الكلام. فبالتالي انذاك تكون عندك فرص ايجابيه ان شاء الله من نهايه السنه هذه وطوال سنه 2021، انذاك تكون عندك فرص ايجابيه من ناحيه المال اذا كان هذا اللي ذكرته انت جنابك او مال غيره. يعني مثلا مكاسب ماليه قد يكون من عمل، فد مكسب مالي. عموما الوضع المالي حيكون ان شاء الله ايجابي مهما كان الاختلاف الوقت عندك هذا الساعه والساعتين. بكلا الحالتين انت حتستفيد باذن الله. اي شهر بدايه السنه؟ من عندك من 19/12 راح يبدي. اوكي. اذا حسب كلامك على 19 على العفو على الساعة 8، فأنت هسه المفروض تتلمس هذا الشيء منا وصاعدا من الخريطة. نعم. هذا واحد. عندنا من ناحية صحية وضعك انسيابي طبيعي، ما عندك فد أمور تدعو للقلق. البيت السادس بالجوزاء، من الخريطة ومن البرج ما عندك فد مشكلة يعني أحذرك منها وكذا. الوضع طبيعي انسيابي على طول السنة بإذن الله. فد أمور تدعو للقلق انساها، ما عندك إن شاء الله. وشنو بعد؟ الايام الايجابيه والسلبيه هوايه، هاي شويه صعبه اقول لك اياها. ادخل على الصفحه مال الفيسبوك او الانستغرام مال البرج العالي، اكو رزنامه حاطها اني اللي هي مال شهر بشهر انزلها قبل راس الشهر كل يعني بدايه. شايف كل شهر بشهر انا متابعها. بالضبط، هاي اختارها تشوف الايام الايجابيه والسلبيه. طبعا التوقيت حاطه على توقيت العراق، انت على الامارات تضيف لها ساعه. مثلا اذا مكتوب القمر بالخمسة يعني هو بالستة، يعني احنا هنا يعني بالستة يعني فرق ساعة. نعم، وان شاء الله اذا على المستقبل حنزل على هالتوقيت، وانزل على توقيت اوروبا وامريكا هم، لان يعني الناس هم اكو هناك متابعيني، ف حتى لا يدخون شو اسمه بالحساب وفرق الوقت. نعم، ارقام الحظ 9
واحد وثلاثة وثمانية. اه يعني الارقام نفسها ما تتغير. لا هاي الارقام ما تتغير، هاي رقم الشاصي. نفس الرقم واحد وثلاثة. الرقم الشاصي ما يتغير، هذا ما في مجال. اه صحيح، يعني هي تجمع وتقسم وهذا صحيح. نعم. يعني من 29 12. نعم. 29 12 الايام هذه. ما دا افهمك. من نهاية السنة وسنة 2021. نعم، من 19 12. نعم. مو من 29 12. ها من 19. اوكي. شكرا. اهلا وسهلا بك. يلا. مشاهدينا الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. مواليد الفترة الحالية ينتمون إلى المجموعة النجمية المعروفة باسم برج العقرب المائي. تعالوا معنا نتعرف على رومانسية برج العقرب. قد لا تعرف ما معنى كلمة الانسجام ما لم تتعامل مع العقرب، فليس هناك أي برج له تأثير رومانسي على العقرب، فإن اقتنع بشيء فإنه يفعله وبدون أي تردد يذكر. لديه شعور بالغيرة تجاه من يحب، والتي تجعله كثير الأسئلة دون توقف في بعض الأحيان. تجد أن عمق العلاقة مع شخص ما لا تعني شيئا لبرج العقرب إن شعر أنها تمس شخصيته. أما العقرب والحب، يعد الحب بالنسبة للعقرب بأنه العواطف والمشاعر الكبيرة والدائمة، والتي قد تكون موجهة لشخص واحد فقط. يعد الحب أمرا مركزيا في حياة العقرب المثالي، وهو الذي يلهمه بالعديد من الطموحات والإجراءات. يمتلك العقرب عند وقوعه في الحب العديد من الخصائص التالية، أي تصرفاته عند الوقوع في الحب. يرتبط ارتباطا وثيقا مع الحبيب، يجذب شريكه مثل المغناطيس، يحب تملك الشريك، يخفي المشاعر في الأماكن العامة، يخفي اعتماده على الشريك، مخلص، يهيمن على الشريك وتبقى مشاعره صادقة. ويتوقع مواليد برج العقرب أو النموذجي من الشريك الإخلاص المطلق والولاء، وأن يكون الحب على بينة، التركيز الكبير على الرومانسية، الحنان الحقيقي، وأن يعترف الحبيب بمدى حظه بأن يكون جزءا من أسرار العقرب. أما سبب النهاية العلاقة مع مواليد برج العقرب، إذا كان العقرب على علاقة مع أحد ما، فذلك غالبا لأن الحياة الجنسية للزواج في ظل مشاكل خطيرة. يبدو العقرب قادرا على جذب الشريك دون بذل الكثير من الجهد، فهذا يعد في صالحه من البداية، بحيث عندما يقوم بإنهاء العلاقة بكل سهولة. أما العقرب الذي يتم رفضه، فهو غالبا يتلقى جرحا عميقا، وسيرغب بمحاولة الانتقام على الفور وإذاء شريكهم السابقين، في حين أن البعض الآخر يفضل الانتقام بطرق أكثر دهاء على مدى فترة من الزمن، ولكن لن يغفر العقرب ولن ينسى أبدا الأذى. مشاهدينا الكرام، المشاركة والتواصل، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. عودة للمكالمات. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيب قلبي، أنا بس أريد أعرف برجي. تفضل. أنا مواليد 1/7/1973. وين مولود حضرتك؟ ها؟ وين مولود؟ بأي مدينة بالعراق؟ بالعراق، ببابل. ببابل. بمدينة لو بالبيت لو بال، يعني شو نقول احنا نقول بالعراق؟ لا لا، بالبيت. أوكي. بالبيت. مو أنا عندي فد مداخلة على هذا التاريخ أو يعني تعليق. احنا مواليدنا بالعراق خاصة المحافظات بشكل عام، يعني اللي ما جايين بالمستشفى، مواليدك الأقدم من عندك واللي بعدك تقريبا، حتى
بداية قسم من مواليد برج العفو من مواليد الثمانينات. أغلبنا مثلا نشوفهم أو أنا حسب خب يعني مجال عملي يسجلوهم 1/7 يعني اللي مارين عليه. فالتاريخ بالتالي يعني التوقعات هسه مثلا أنت برج التاريخ هذا يعود إلى برج السرطان، بس أنا متأكد أجزم لك أنه 99% التاريخ مالك غير صحيح، لأن أنت مثلا مثل ما تشوف أهلنا قبل كانوا يجيبون بالبيت، ماكو تروح مستشفى مثل هسه تحجز الأسويت وكذا، ورا فترة يلا يسجلوهم بالجنسية. فمن يسجلوا الولد والبنات على مود العسكرية بوقتها والمدرسة يسجلوهم يا أما 1/1 يا أما 1/7. فالتاريخ يعني حسب ما راح، إذا أعطيك توقعات أنا ما عندي مشكلة، بس الحكي كله ما راح ينطبق عليك، ولا أريدك أنت تعتمد على هذا التاريخ اللي أنت يعني ذكرته. هاي المشكلة. زين أكو في الطريقة تتحل إليه يعني؟ والله إن شاء الله. شوف على الفترة الجاية إن شاء الله راح أعطي مثلا على يعني خلينا نقول خلال هالأسبوع يكون كذا، يعني فلان يوم نحس بفلان شيء، هذا بغض هذا ما له علاقه بالابراج، راح يكون يعني اذا برجك الحمل او الحوت الى اخره ما له علاقه. فانت شوف بوقتها شنو الاشياء اللي تنطبق عليك، او مثلا فد احداث معينه راح تنطبق عليك من خلال التوقعات اذا تتابع البرنامج، ممكن انه توصل يعني اذا ما يكون برجك قد يكون الطالع مالتك، فنسب يعني نقدر نقول بس انا متابع البرنامج يعني اشوف اقرب شيء لي السرطان. اوكي انا ما عندي مشكله، بس انا قلت لك انا هذا هاي الفكره مالته. مهم اذا انت منطبقه عليك وماشي عليك التوقعات يعني اوكي ماشي وياك. تمام ماشي وياك تمام. اوكي هسه خلينا نقول برج نعم. السرطان شنو سؤالك؟ لا هاي ما عنده اي شيء، انا متابع البرنامج جاي اتابع. الله والديك بس يعني اتهم ان اتاكد مثلا شوف اذا يعني اذا تقدر مثلا على سبيل المثال انتم يعني اللي مولودين هيك التواريخ مثلا اذا ما تعرف التاريخ 100% اكو فد امور مثلا ولدت برمضان بشعبان بصفر بمحرم بربيع الى اخره. نعم هاي ممكن، او فد مناسبه وطنيه على سبيل المثال مثلا واحده تقول يعني مولوده بسراء ومعراج فلان سنه، بس السنه متاكده بس التاريخ مالتها همنا 1/7 بس مولوده ب 10/0 مثلا، يعني فتعرف هاي التواريخ عند اهلنا شويه يعني الفت خصوصيه او يحفظوها. فانا ذاك ممكن انه نحولها، حتى لو نحولها ناخذ بعين الاعتبار انه التاريخ راح يكون يا اما زايد يوم اما ناقص يوم. ليش؟ لان يعني احنا مثلا قبل صحيح. الحكومات ولا لليوم عندنا مثلا فلان يقول اليوم رمضان، الاخ يقول لا اليوم مو رمضان، تعرف من عندي بهالسالفه. فلازم نعرف لا هذاك الوقت لا شويه صحيح. واحد يقعد يحكي وياه اقول له مثلا كذا كذا نقدر نقول. ليش؟ لان التواريخ انا ذاك مثلا التقويم الهجري اللي كان مثلا اذا يبدي السنه هجريه الى اخره ما تكون دقيقة 100%، لأن مو مثل أنا أحكي لك إياها كحساب علمي أقول لك لا فلان يوم مثلا أول يوم بالسنة أول يوم من شهر ربيع الثاني إلى آخره. ما واحد يقول لي لا وما أدري شنو ما أشوفه، أقول له ما لي علاقة روح أطلع شوفه وأتحداهم. يعني هواية ناس مثلا أصدقائي أقول له أطلع ساعة هلقد تروح تشوفه، بس ما يعني مو موضوع انه واحد يتبارز او يتلاسن بالكلام وكذا، بس اكو فد شيء اسمه علم واكو فد شيء اسمه يعني نقاش، او يعني اكو ناس بس تجادل الى اخره. انا اقول لك احكي لك يا مثلا اقول له من ناحيه العلم روح اطلع ساعه هل قد تشوفه، روح اطلع بمكان اظلم يعني ما يكون مو داخل الولايه وتقعد، لا روح بالعرب مكان ظلمه تقدر تشوف الهلال ساعه هل قد، لا تقول لي لا فيسكت ما يحكي لين ما يطلع هو فيسكت. فهذا الموضوع يعني انا مثلا اجي لك يا جبت لك يا مثلا اذا تقول لي كذا تاريخ اجزم لك انه اقول لك انه انت تاريخ. اكو هواي ناس يعني مثلا مارين علي او ساليني مساعدهم بهذا الشيء، مو يعني مو فص شغله صعبه. اللي يقول لي مثلا على تاريخ معين مثلا يقول لي جيت بمولد النبي سنه هالقد او جيت بفلان مناسبه فلان سنه، اقول له اوكي ونمشي على التاريخ، اساله كم سؤال كذا كذا، بحيث هو همنا ما يكون شغله ما حلوه يقول لا هاي مو اني، لا الامور اوكي.
بس شوي راد لها دقة، يعني مو مال تلفزيون مثلا اقعد احكي وياه او كذا، لان شوي تتاخر. هذا هي نمشي على السرطان، بس هاي الفترة المعينة اللي يعني من نهاية السنة شلون يعني تريد تتزوج؟ من ناحية الأمور الاجتماعية تتزوج؟ تريد تتزوج؟ يا ريت والله. الأمور أحسن شيء لك الزواج. أوكي، موضوع الزواج لك كل الزين إذا أنت متزوج تريد إذا لا سمح الله أكو مشاكل بينك وبين الأم الجهال إلى آخره، هاي السنة شوية تمهد خاصة منها ورايح شوية الأجواء صفت هسه أحسن من بداية السنة اللي لحد الشهر الفات كان شوية الوضع تعبان. حاليا وصاعدا لا شوية الأجواء إيجابية أكثر، تقدر تحسن العلاقة. بالنسبة لمواليد برجك، من مواليد برج السرطان العزاب أو المتزوجين، العزاب تكون عندهم فرص الارتباط، خطوبة، زواج، هاي الأمور الجانب يعني المجال عفو جدا إيجابي ومفتوح. بالنسبة للمتزوجين نريد الأمور المادية حتى نقدر نتزوج. أوكي، التزوج وهي رزقها يجي وياها. ملك اسمع كلامي ملك حلا. وأسد أسأل لك يا ما أريد أعطيك يا رأسين حتى لا تقوم بالعطاء. عندك هاي السنة مثلا للزواج المادية، السنة الجاية بالضبط من نهاية السنة هذه سنة 2021 تكون لك كل الزينة، ممكن تحصل على ورث أو تطلب ناس فلوس، أمور الـ 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 الأموال اللي إلها صلة طرف ثاني الحمد يعني. لله. فوضعك المادي لا إن شاء الله يكون جدا إيجابي، فإذا تزوجت يجيب رزقها وياها إن شاء الله. تسلم أبلغك إذا تزوجت أنا أتصل بيك وأقول لك إن شاء الله. حياك الله، حياك الله حبيبي الغالي سعد العزيز. أهلا وسهلا بك. هذا مشاهدينا الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من البرنامج، إلى أن نلتقيكم مجددا أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون شرقية، مع السلامة.